بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وأدبا وخلقا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمات من الباقيات الصالحات، وأن يجعلها للجميع ذخرا يوم القيامة إن شاء الله. كما نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا في غزة في فلسطين، وعن أهلنا المظلومين المضطهدين في السودان وفي الشام وفي عموم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشهداء وداوي الجرحى وشاف المرضى وفك الأسرى وفرج عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأحباب، أيها الشباب الكرام. درسنا اليوم إن شاء الله ما حنطول عليكم، خفيف لطيف جميل، يتعلق الله يجزيك خير يا شيخ سماه، يتعلق بعمل من أعمال القلوب وهو الرجاء. والرجاء عبادة قلبية. نحن بدأنا منذ فترة منذ زمن بالحديث عن موضوع من أهم المواضيع وأنفعها للمسلم والمسلمة في هذا الزمن الصعب، زمن الفتن والمحن والابتلاءات، ألا وهو أعمال القلوب. أعمال القلوب أمراضها، علاجاتها. فنتكلم عن مواضيع مثل الإخلاص، مثل التوكل على الله عز وجل، الصبر، الشكر، الرجاء. نتكلم عن أضداد هذه الأخلاق، نتكلم عن الشرك، عن الرياء، عن النفاق، عن المداهنة. كل هذه المواضيع تدخل تحت عنوان التزكية، أو تحت عنوان التربية، أو تحت عنوان الأخلاق. سميها ما شئت من الأسماء، فلا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن نصل إلى المفهوم ونصل إلى المضمون. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر النفس قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الضمير هنا عائد إلى النفس. قد أفلح من زكى نفسه، من زكاها بالطاعات، بالرياضات، بالأعمال الصالحات، بالعبادات، بالأخلاق، بالتربية. وقد خاب من دساها، بمعنى أنه ترك لها يعني على عنانها، يعني ترك لها الحبل على عنانه، وترك لها الحبل على غاربه. فهذا الإنسان حتما يعني نفسه ستصبح كما قال شوقي: والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. يعني إذا تزكت في خير عافية، وإذا تركتها في مرتع وخم. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكم. مثل الحصان لما ترخيله الرسن بتعض عليه وبتشد عليه وما بتعود تتركه. وهكذا النفس إذا عضت على الشهوات ولم تجاهدها بالطاعات وبالرياضات وبالتزكية وبالأخلاق وبالتربية وبالعبادات والصلاة والصيام والأعمال الصالحات، فإن هذه النفس حتما ستصبح يعني إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فيصبح الإنسان المشرع له هو الهوى، إلهه هواه، دينه هو هواه. فهذا ما نحاول يعني أن نسلط عليه الضوء من خلال هذه اللقاءات البسيطة المتواضعة. هناك أيها الأحبة موضوع يتعلق بموضوعنا تماما. نحن موضوعنا اليوم عن الرجاء، ولكن نحن من قبل تكلمنا عن موضوع مرتبط به. لا يتم الحديث عن الرجاء إلا ويتم الحديث عنه. ما هو هذا الأمر؟ الخوف. لا يمكن أن أتكلم عن الرجاء إلا مع الخوف، ولا يمكن أن أتكلم عن الخوف إلا مع الرجاء. فالخوف والرجاء هم بمثابة جناحي الطائر للمسلم. يعني إذا الطائر انكسر جناحه الأيسر فإنه يطير غير متوازن ثم يسقط بعد قليل، وكذلك الأمر إذا انكسر الأيمن. كذلك الطائرات نفس الشيء.
فالإنسان من دون الخوف فإنه يسير إلى الله عز وجل بشكل غير متوازن. إذا كان رجاء فقط، إنسان عنده فقط رجاء بالله، ما عنده مخافي من الله، يقتحم المعاصي، يقتحم الذنوب، يقتحم، ما عنده مخافي من الله عز وجل، فيقول لك ربك كريم وربك رحيم وربك غفور والله ما بيعذب بالنار والإله ما خلق العباد ليعذبه، هذا الكلام غير صحيح. هذا يقال له: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وغركم بالله الغرور. هذا إنسان مغرور بربه. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث: لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالله سبحانه وتعالى يخشى، والله عز وجل يجب أن نخشاه ويحب منا أن نخشاه ويجب علينا أن نخشاه. فالله عز وجل يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والإشفاق هو حالة أكبر من الخوف، يعني يصل إلى مرحلة شديدة جدا من الخوف. هذا حال المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، كما في الآيات في سورة المؤمنون. طبعا هذه الآيات سألت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استشكل عليها تفسير الآية، فقالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل هؤلاء هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني يفعلون مناكر ولكنهم خائفون. قال: لا لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. يعني هذه الصفة من صفات المؤمنين، صفات الأتقياء، صفات الصالحين، أنهم يخافون الله عز وجل ويرجون رحمته. فالعلماء عندما يتحدثون عن الخوف لا عن الرجاء لا بد من اقترانه بالحديث عن عمل آخر من أعمال القلوب، ألا وهو الرجاء، حتى يسير العبد في علاقته مع ربه متوازنا بين جناحين اثنين. فما هو الرجاء؟ الرجاء يعرفه العلماء بعدة تعاريف، من أبرزها وأوضحها: تعلق القلب بحصول شيء محبوب في المستقبل، أن يتعلق قلبك بشيء جيد وجميل وحسن سيحصل في المستقبل. أما إذا كان متعلقا بشيء يعني ليس بجميل وليس بخير، فهذا لا يسمى رجاء، وإنما هو يعني ترقب أو توقع، خائف، خرج منها خائفا يترقب. الآن واحد عامل عملي وينتظر مثلا إلقاء القبض عليه، ينتظر مثلا أن يأتي من يسأل عنه، من يحبسه، من يحقق معه، فهو يترقب لا يقول يرجو. أما الرجاء هو تعلق القلب بحصول شيء محبوب في المستقبل. وهذا الرجاء يختلف عن التمني، في عندنا الرجاء وعندنا التمني. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ مثل الفرق ما بين التوكل والتواكل. التوكل يكون تعلق القلب بالله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، والتواكل هو عدم الأخذ بالأسباب وادعاء أن القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. فتلاقي واحد متوكل على الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى، يبتهل إليه، يلتجئ إليه، يصلي، يصوم، يؤدي العبادات، يؤدي الفرائض التي عليه، وبنفس الوقت هو مجتهد في عمله، مجتهد في دراسته، مجتهد في حياته، يأخذ بالأسباب. هذا الإنسان منقول متوكل على الله سبحانه وتعالى. إنسان بده يعمل شركة، بده يعمل شغل، أخذ بكل الأسباب وسأل عن المشروع وعمل له دراسة وافية واختار المكان وسأل أهل الخبرة وإلى آخره، وبعدين صلى صلاة الاستخارة والتجأ إلى الله عز وجل وطلب من الله سبحانه وتعالى
توفيق. هذا بنقول إنسان متوكل. واحد طلب بنت، طلب عروس، وراح سأل عنها، سأل عن أهلها، عن عيلتها، عن تربيتهم، عن أخلاقهم، عن حجابها، عن مشيتها، عن تفكيرها، عن كل شيء، أخذ بالأسباب كاملة، بعدين توكل على الله عز وجل وصلى الاستخارة ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا بنقول متوكل. أما المتواكل عكسه، بدي أنا بترك سيارتي برا مثلا، الشبابيك مفتوحة والشنتاي محطوطة والتليفون الغالي محطوط على التابلو، وبقول أنا متوكل على الله عز وجل، وبعد ما بتنسرق أنا أشعر بالندم. لا، هذا ما هو متوكل، هذا إنسان متواكل. فإذا الفرق بين الرجاء والتمني كالفرق بين التوكل والتواكل. الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتمني يكون مع الكسل وترك العمل، ويكون مع الكسل وترك العمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الخلاف بين الأمرين في كتاب الله عز وجل، فقال أن رجاء المؤمنين مصحوبا بالعمل، مصحوبا بالسعي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالله سبحانه وتعالى أثبت لهم الإيمان أولا، وأثبت لهم الهجرة ثانيا، وأثبت لهم الجهاد ثالثا، ثم بين أنهم يرجون رحمة الله. فالراجي لرحمة ربي سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخالف شرعه، لا يمكن أن يترك الجهاد في سبيل الله، وأن يترك الهجرة في سبيل الله، وأن يترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم يقول أنا أرجو رحمة الله. لا، الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقدم الأعمال الصالحة الكبيرة. وقال تعالى في ذم أهل الأماني التمني: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. فلذلك التمني يا أخوان مذموم والرجاء محمود، التمني مذموم والرجاء محمود، لأن التمني يفضي بصاحبه إلى الكسل، بخلاف الرجاء فإنه يفضي بصاحبه إلى العمل، ويتعلق القلب بمحبوب يحصل حالا. لذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من علماء السلف، وعلماء السلف يعني كلامهم فيه ضياء لنا، فيه بصائر لنا، نحن نستضيء بسلف الأمة، بالصالحين، بالصحابة، بالتابعين، بهؤلاء العلماء، لأنهم أقرب الناس إلى عصر النبوة، وأقرب الناس إلى الوحي، وأقرب الناس إلى فهم دين الله سبحانه وتعالى، وأقرب الناس إلى فهم لغة العرب، وأكثر الناس عاشروا الصالحين وعاشروا العلماء، فلذلك كلامهم نستضيء نحن به في حياتنا الدنيا. فالحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتمني. الإيمان ما هو كلمة أتمنى بها وأتحلى بها، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الآن تجد مثلا بعض الناس أنه يضع لك صورة يعني شخص مبتذل، شخص غير ملتزم، ومقابله شخص مثلا ملتزم، ملتحي، متسنن بلباس إسلامي، ويقول لك أنه يعني الإيمان بالقلب، ما شرط أنه يكون هذا أحسن من هذا. أو يحط لك مثلا وحدة سافرة متبرجة ورقبتها طالعة وصدرة طالع وإيدية طالعة وشعرة طالع، ومقابلة مثلا وحدة منقبة متحجبة لابسة جلباب ومنديل وكفوف، ويقول لك إنه ما شرط إن تكون هاي أحسن من هاي، لأنه الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب. نحن نقول نعم، الإيمان فعلا بالقلب، ولا نحن نفترض إنه هاي أفضل من هاي، لأنه الأعمال يعني مصيرها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء ماذا يريدون من خلال هذه الدعاية؟ أن يكسروا علينا قيود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي أن يعني نعتبر الطاعة والمعصية شيء واحد. فلذلك أن أنت لما تشوف امرأة بهذا الشكل يعني ما تستغرب، ولا تأمرها بالمعروف، ولا تنصحها، ولا تكلمها، ولا تعتبر أنه هذا منكر أنك أنت تحذر بناتك وزوجتك والناس منه. فهن يريدون أن يكسروا هذه القيود ما بين أهل الطاعة
وبين أهل العصيان. نحن نقول لهم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنا لما بيكون عندي إيمان فعلا بالقلب، كيف أثبت هذا الإيمان؟ أثبته من خلال العمل، من صلاتي، من صيامي، من زكاتي، من حجي، من طاعتي، من أخلاقي، من تربيتي، من صدقي في اللسان، العدل، الإحسان. كل هذه المعاني هي نتاج الإيمان الذي وقر في القلب. فالإيمان ما هو كلمة تقال، فبيجي بقول أنا عن وحدي سافرة متبرجة كذا، بقول والله هاي ما لا يدرك، لعلها مؤمنة. لا ننكر أصل الإيمان، ولكن أيضا ننكر عليها هذه المعصية. عندما نرى إنسانا شابا يشرب الخمر، والله بيشرب الخمر بس قلبه طيب، شو استفدت أنا من طيبة قلبه إذا كان هو مجاهر بالمعاصي ويرتكب المناكر؟ فإذا يا أخوان العلمانيين ما يخلطون عليكم بهذا الأمر، فهني مو هدفهم أنه يبين لك أنه هذا الإنسان فيه خير ولا لا. حتما كل إنسان فيه خير، حتى أنا يعني حتى أنا أقول أنه المجرم اللي بيسرق وما بيقتل فيه خير وفيه شر، يعني أقل من اللي بيسرق وبيقتل. في مجرم بيقتل وبيسرق، وفي مجرم بيسرق بس ما بيقتل، أينه أحسن؟ طبعا هذا أحسن من هذا أو أقل شرا. ولكن ما إجي أنا مثلا امدح هذا القاتل هذا السارق لأنه لم يقتل، لا. فهن القضية أنهم بدهم يعني موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينسوك إياه ويفهموك أنه ما تعتقد أنه هذا الملتحي أو المتسنن هذا إنسان جيد، ممكن يكون إنسان سيء. يا ما وراء السواهي دواهي، يا ما وراء الحجاب. دائما الفكرة أنه يشككوك بهذه الفئة من الناس الصالحين، سواء الشباب منهم أو البنات. فلذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فإذن العمل هو المعيار يا أخوان. القلب لا شك له دوره، ولكن العمل هو ترجمان القلب. فإذا كان القلب خربان بيخرب العمل، وإذا كان القلب صالح يصلح العمل. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه، يعني اتهم نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل. فما ممكن تقول أنا والله أملي بالله كبير وأنت عملك يدل على أنك ترتكب خلاف ذلك من المعاصي والذنوب. لذلك كانت هذه المنزلة، منزلة الرجاء، منزلة عظيمة في الإسلام، وهي عبادة قلبية من أعظم العبادات. حتى يقول علماء القلوب، علماء التزكية مثل الإمام ابن القيم، مثل الإمام الغزالي، ومثل الإمام الباقلاني، وغيرهم من الأئمة والعلماء الكثيرون الذين اهتموا بعلم التزكية، الإمام الجنيد، بشر الحافي، النيسابور، وغيرهم كثير، قالوا الرجاء عبادة قلبية من أعظم العبادات، وهي السير إلى الله يقوم على ثلاثة أسس: الرجاء والحب والخوف. الرجاء والخوف والحب، هذه الأمور الثلاثة هي أساس القرب من الله عز وجل، أساس السير إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه هو طلب القرب منه عز وجل، طلب القرب منه بإيش؟ بالعبودية وبالمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناء الإيمان، وهي الحب والخوف والرجاء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله سبحانه وتعالى في القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، بمعنى
أن من ظن بالله عز وجل الظن الحسن فيجد عند الله الحسن، ومن ظن بالله تعالى الظن السيء يجد عند الله سبحانه وتعالى السوء والعقوبة. فإذا يا شباب يا أخوان، الرجاء عبادة من عبادات القلوب. الله سبحانه وتعالى مدح أهلها، فمن كان يرجو لقاء ربه فهو عنده رجاء، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنا كمسلم، كل مسلم يحتاج إلى هذا الرجاء. لماذا؟ لأن المسلم يا أخوان يدور بين ذنب يرجو غفرانه، وبين عيب يرجو إصلاحه، وبين عمل صالح يرجو قبوله. أنا كإنسان إما عندي طاعات، حتما عندي طاعات وعندي ذنوب، فأنا إما عندي طاعة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، وعندي أيضا معصية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفرها وأن يعفو عني بسببها. فإذا المؤمن لابد دائما يحتاج إلى عبادة الرجاء. لذلك هذا الرجاء له ثمرات، له ثمرات على القلب. إذا أنا شعرت بهذا الرجاء وعبدت الله سبحانه وتعالى بعبادة الرجاء وتلبست بلبوس الرجاء، فالله سبحانه وتعالى يورثني من خلال الرجاء عوائد وثمرات. ما هي؟ أنها تورث العبد فعل الطاعات والمواظبة عليها. الرجاء هو الذي يجعلك تصبر على الطاعة. كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، بينما مثلا المنافقين ربنا عز وجل وصفهم بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليش؟ لأنه ما عندهم رجاء، بالأساس ما عندهم أمل ولا عندهم شعور بأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويسمع قراءتهم، وأن الله تعالى يقبلهم ويتقبل منهم. أما أنت عندك سائق، عندك دافع، هو الرجاء بالله عز وجل. ترجو الله عز وجل أن يسمعك، أن يتقبل منك، أن يقبل صلاتك. لذلك السلف رضي الله عنهم لما تحققوا بمعاني الرجاء يعني تلذذوا بالعبادة، تلذذوا بها. أحد السلف كان يقول كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. أول 20 كان فيه صبر وفيه تعب وفيه مجاهدة، حتى يقول كابدت الليل، كابدت الليل بمعنى أنه كبد، خلقنا الإنسان في كبد يعني في عناء وفي شدة وفي مشقة، فهو كابد الليل 20 سنة تعب، 20 سنة نعس، 20 سنة سهر، 20 سنة برد، 20 سنة حر. لكن 20 اللي بعده لما استقر والله سبحانه وتعالى تقبله عنده أعطاه لذة العبادة. كان ابن القيم ابن الفارض رحمه الله، ابن الفارض لا صاحب حكم العطائية، ابن عطاء الله تو ذكرنا رحمه الله، ابن عطاء الله رحمه الله كان يقول يا من عاش وما عاش، يا من خرج من الدنيا ولم يذق ألذ شيئا فيها وهو مناجاة الله عز وجل. وكان يقول إلهي ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من بغى عنك متحولا أو رضي بغيرك بدلا. يعني عم بيقول إنه اللي عاش بالدنيا عاش ومات وطلع وما ذاق ألذ شيئا فيها، ما ألذ شيء فيها الطعام والشراب والنوم، لا، ألذ شيء فيها هو مناجاة الله سبحانه وتعالى، الأنس بالله عز وجل. هاي ساعات القرب من الله سبحانه وتعالى يا أخي الحبيب، لما بتمر فيك حالات أنت تشعر بها أن الملائكة تحفك وتنزل عليك السكينة ويطمئن قلبك، وتشعر أن الله عز وجل معك، العينان دامعتان، القلب خاشع، الجوارح في رمضان، في ليلة القدر، في السحر، في أوقات الدعاء، في أوقات التجلي، في أوقات استجابة الدعاء. هذه الساعات هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. وهذه الأشياء يعني لا تأتي هكذا، هذه تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه نتيجة يعني ثمار لكثير من التعب، لكثير من العمل، لكثير من الصبر.
على الطاعات، على الذكر، على القراءة، على قراءة القرآن، على حفظ كتاب الله، على بر الوالدين، على طلب العلم، على قيام الليل، على النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يصبح هذا العبد يعني واحدا من أولياء الله سبحانه وتعالى، ويصبح مستجاب الدعوة. كلامه كله لله وفي سبيل الله، يده لا تعطي ولا تأخذ إلا في سبيل الله، رجله لا تمشي إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يصبح من أولياء الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى معنى مهم جدا يا أخوان، حياته كلها تصبح في سبيل الله. وأنا دائما أقول أن الموت في سبيل الله أهون من الحياة في سبيل الله، أهون بكثير. قرار أنك أنت تموت في سبيل الله، ولا تأخذ قرار يعني أنك والله تفجر حالك، ولا تعمل عملية استشهادية والله يتقبلك، يعني ما بده كثير يعني عناء، ولا بده القرار كثير سهل. الأصعب منه، لأنه لحظة، الأصعب منه أنك أنت تعيش 70 سنة في سبيل الله، وأنت صابر، وأنت صامد، وأنت مجاهد، وأنت عم تحارب الدنيا، وتحارب الشهوات، وتحارب الحرام، وتحارب الفتن، وصامد وصابر، وعم تقضي فيها طاعات وعبادات وصدقات وبر والدين ومجاهدة وصبر. هذا ما أمر بالسهل. فلذلك يا أخوان لازم نحن نركز على أمثال هذه المعاني. أيضا من الفوائد، فوائد الرجاء، إظهار العبودية لله عز وجل من قبل العبد، والحاجة والافتقار إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم، أيضا النجاة من غضب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تدعوه، يحب منك أن ترجوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من لم يسأل الله يغضب عليه. ابن آدم إذا بتسأل وتطلب منه بلبيك أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين ما بيعود يرد عليك، وإذا طلبت منه يغضب. أما الله سبحانه وتعالى إذا لم تطلب منه يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلي قلبك دائما معلق بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، يحب الراجين، يحب الخائفين، يحب الذين يطلبون. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله الملح. إذا واحد بده ملح ما عم بيلاقي يدعو الله عز وجل ويطلب منه، يعني ما تقول والله أنا مخلي رب العالمين للشغلات الكبيرة، لا، الشغلات الكبيرة والصغيرة كلها بإيد رب العالمين. أبسط الأمور وأكبر الأمور إيش ما كان، كانوا يسألون الله الملح. والملح مثل ما بتعرفوا ما كان قديما ما كان يباع، يعني هذا مشاع، هذا هيك الناس تاخده ببلاش، يعني حتى عند السمان كانوا يعطوا الملح على البيعة ما كان يقضي عقوم. هلا الملح غالي، قديش الملح بالبازار؟ شيء 30 ورقة يمكن النص كيلو. فكانوا يسألون الله الملح. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. يعني أنت عندك واحد متنفذ، تمام، واسطة كبيرة كثير، وإنسان يعني عزيز، فهذا أنت مثلا عندك مشكلة صغيرة ما بتتصل فيه، صح ولا لا؟ يعني مثلا عندك والله مشكلة بتثبيت نفوس، أو عنوان سكن، أو عم تدور على بيت ما عم تلاقي، ما بتتصل بواحد والله ملياردير رفيق أبوك، عمو كيفك إن شاء الله بخير، حواليك شي بيت للأجر، صح ولا لا؟ هذا شو بتقول؟ تقول هذا أخي خليه، لا سمح الله لشي شغلة كبيرة، خلينا موضوع الجنسية، خلينا موضوع حبسونا بده يرحلونا، خلوا يعني لمشكلة كبيرة، صح ولا لا؟ إيه نعم. أما مثلا واحد شغلة صغيرة هاي بسأل واحد من رفقاتي عليا بحط بالجروبات كذا، طيب لا، رب العالمين يحب منك أن تسأله عن الصغائر والكبائر. اسأله أي شيء، اسأله عن الفحص، اسأله عن المال، اسأله عن دفع فاتورة الكهرباء، اطلب منه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب.
كذلك الرجاء سبب من أسباب زيادة محبة الله سبحانه وتعالى، ويبعث العبد على مقام الشكر. لماذا؟ لأن العبد متى ما حصل من خلال الرجاء على مقصوده أوصله ذلك المقام إلى مقام الشكر. فأنت ترجو الله سبحانه وتعالى وتدعوه وتترجى وتتوسل إليه، فالله عز وجل يستجيب لك. فعندما يستجيب لك تشعر أنت بهذه النعمة فتشكر الله سبحانه وتعالى، فتجد أن هذا المقام قد أوصلك إلى مقام الشكر. كذلك قال العلماء، علماء القلوب، أن الرجاء يوجب المزيد من التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. لماذا؟ لأن الراجي قال متعلق بأسماء الله تعالى. مثلا المذنب يرجو التوبة فيتعلق باسم الله التواب، الفقير يتعلق ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه فيتعلق باسم الله الرزاق، وهكذا الصبور، الحنان، المنان، الشكور. الرجاء دائما يحدوك إلى أن تتعرف على أسماء الله تعالى الحسنى، فتجد أن هذا المقام يوصلك إلى مقامات كثيرة أخرى. قال العلماء أيضا الرجاء فيه انتظار وترقب لفضل الله عز وجل. لما بتقول شو الموضوع؟ والله ناطرين الفرج. صار شيء معك بموضوع؟ والله يا أخي ناطرين الفرج. فأنت دائما ترجو الله سبحانه وتعالى، فالقلب يكون متعلقا بخالقه في أكثر أحواله، في أكثر أحواله متعلق بخالقه سبحانه وتعالى. نعم. طيب الآن نتساءل يا أحباب، كيف نحقق الرجاء؟ كيف نشعر بهذا الخلق العظيم؟ أو كيف نتحقق بهذه العبادة القلبية؟ عندما نتذكر سوابق فضل الله عز وجل علينا جميعا، أن الله تعالى خلقنا، وأن الله تعالى سخر لنا ما في الكون، وأن الله تعالى هدانا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، عندما نتفكر في سائر نعمه علينا الدينية والدنيوية بدون استحقاق منا وبدون طلب منا. يعني الآن العالم عدد سكانه 8 مليار، المسلمين ما بين 1.5 إلى 2 مليار. الله سبحانه وتعالى نحن القاعدين بهالمكان من دون طلب منا خلقنا، وجدنا أنفسنا مسلمين من آباء وأمهات مسلمين. الله عز وجل أكرمنا أنه طلعنا من هالمليار ونصف، ما طلعنا من دول 6 مليارات الآخرين اللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الشجر واللي بيعبد البقر واللي ما بيعبد شيء أبدا، واللي كل يوم بعضهم يعني يعبد المسيح وبعضهم يعبد يعني آلهة مزعومة مختلفة، وأنت الله سبحانه وتعالى هداك للإسلام، هداك للإيمان، اختارك أن تكون من أبوين مسلمين، نشأت في بلاد من أعظم بلاد الإسلام في بلاد الشام، الله سبحانه وتعالى أكرمك بلغة القرآن ولغة الإسلام ولغة أهل الجنة، أكرمك بالأبوين الصالحين، أكرمك بالصحة، أكرمك بالعافية، أكرمك بالعلم، أكرمك بالهداية، أكرمك بالصحبة بالإخوان، أكرمك بالقراءة إن كنت تقرأ وتكتب، أكرمك بحفظ كتاب الله إن كنت تحفظ أجزاء منه، أكرمك بالعلم الشرعي إن كنت تطلب العلم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة جدا كلها هيأها الله سبحانه وتعالى لك من دون طلب منك. فلذلك هذا محفز ومشجع على الرجاء، أنك أنت تتمنى أشياء أخرى أو ترجو، أدق أن ترجو أشياء أخرى وتعمل جاهدا لكسبها. الأمر الثاني أن تتذكر نعم الله عز وجل عليك الآن في الحال، يعني السابقة وفي الآن، أن تتذكر وعد الله تعالى لك بجزيل ثوابه وعظيم كرمه، كما قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أن نتذكر سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته عز وجل قد سبقت غضبه، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. في أخطاء يا أخوان يعني نقع فيها نحن كدعاة وطلاب علم فيما يتعلق بموضوع
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إيش كان منهجه يعني في الدعوة؟ منهجه إيش؟ الشدة ولا التيسير؟ التيسير. وعندنا قاعدة شرعية: المشقة تجلب التيسير. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي من للتبعيض، يعني بعض الحرج ما في بهذا الدين، ما فيه شيء فيه حرج، لا في الكليات ولا في الجزئيات، لا في الأصول ولا في الفروع. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكان عليه الصلاة والسلام في الأمور الفقهية ما سئل عن أمر عن شيء إلا اختار أيسره، ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، طالما أن الأمر فيه صعب وفيه يسر وفيه أيسر يختار الأيسر. هكذا منهجه. نحن يا أخوان يا شباب علينا أن نحبب الله سبحانه وتعالى إلى الناس، نذكر الناس بأحاديث التوبة، نذكر الناس برحمة الله عز وجل، نذكر أن الله تعالى غفور وأنه رحيم، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب عليه، وأن الله تعالى غفر للرجل الذي قتل 100 نفس حراما، وأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه وغفر له. هذه المعاني، يعني دائما في ناس للأسف عندهم يعني تشعر أنهم منفرين من الدين، ما في بتسمع لهم، دائما المواعظ شديدة، دائما تقرع القلوب، دائما يعني مثلا مرة أنا شاهدت فيديو ميت عم بيغسله، واحد عم بيغسله هيك على المغتسل، حاطين منشفة عليه، إجريه طالعة من قدام وصدره طالع، مرق الفيديو معي عم بيغسله، فجأة جلس الميت، طالع مانو ميت، شيخ وعامل موعظة. يا أخي شو الموعظة؟ أنا بزمانه والله شيخ عمر لما كنت صغير أنا ورفقاتي كنا نلعب بالجامع، جامع سيدي خالد نيك حاربتها بالخالدية، فكنا نتراهن مع بعض انه فيك تقعد بالتابوت ولا ما فينك تقعد بالتابوت، قعد بالتابوت يفوت رفيقنا ونغطيه بالتابوت ونشيله هيك ونفتل فيه فتلة ولا اله الا الله والشهيد حق خشعة، لما قعدت انا فيني اقطع قلبي، بعدين رفعت الغطا داخل عليكم يا اخي ما عاد العب هاي اللعبة. يعني في شيء ما له منطقي، في شيء ما له منطقي، انه هو رفع راسه هيك وبلش يقرأ القرآن بالتجويد: إنك ميت وإنهم ميتون، أنت ميت، يعمل لك هيك. أخي شو هاي المواعظ؟ يعني هاي لا النبي صلى الله عليه وسلم سواها ولا الصحابي ولا مقبولي، يعني أنا ما يعني أنا قلبت الفيديو خلاص ما عاد أقدر أكمل. يعني الحديث العميق عن الموت بيعطي نتيجة عكسية، بيزرع الكآبة بالنفس يا أخوان، صدقا بيزرع الكآبة بالنفس. يعني مثلا بيقول لك بعضهم أنه سلوا الموتى عن أحوالهم، اسألهم عن الأعين التي كانوا بها يبصرون، وعن الجلود التي كانوا يتنعمون، وعن الأيدي التي كانوا بها يلمسون، كم من ناعم وناعمة أمسوا وجوههم بالية ورؤوسهم من أعناقهم نائية، قالوا ماذا فعل بي؟ قال لقد خلعت الكتفين من اليدين من الكتفين، وخلعت الساقين من الركبتين، وخلع. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هيك يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا هاذم لذات الموت، بس. يعني هيك كلام موجز. أما هاي التفاصيل العميقة جدا في أحاديث طبعا عن عذاب القبر إلى آخره يشرحها الإنسان ويبينها فيتعظ القلب، ولكن وين الرحمة؟ وين البشريات؟ وين الجني؟ وين دائما خليك متفائل، خليك راجع، خلي عندك رجاء بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا على العباد من يوم آدم إلى يوم القيامة، جزء واحد من 100. قال: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها فترفع حافرها حتى يرضع منها. هاي الرحمة اللي بتشوفها عند النمر وعند السبع لما اللبوي عم ترضع الجرو تبعه، هاي الجزء من الرحمة اللي الله خلقها.
قال وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. في ناس وصلوا لمرحلة من اليأس المقعد عن العمل، وصل إلى الإحباط، الله سبحانه وتعالى ما بيغفر لي، الله عز وجل، بسبب أمثال هذه المواعظ الغير منضبطة. فلذلك نحن دائما يا أخوان خلينا نحبب الناس بالله سبحانه. هلا حيمر معنا حديث يعني من الأحاديث اللي فيها رجاء، حديث عجيب يا أخوان، حديث في الصحيحين، حديث سيدنا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه كثيرا بالمعاصي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال أما والله إني ما عملت خيرا قط غير أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأحرقوني، ما تدفنوني دفن، حرقوني حرق، ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله في إحدى الروايات قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل. طبعا العلماء لما تكلموا عن هذا الحديث يعني قالوا إنه هل هذا كافر لا يؤمن بالبعث، أم هل هو لا يؤمن بقدرة الله عز وجل؟ كيف بيقول ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل؟ كلام الإمام القرطبي في المفهم رحمه الله له كلام طويل في الشرح، وساق كلام العلماء، قال لا هو مؤمن ولكن أدهشه الخوف، الخوف اللي عنده أوصله إلى مرحلة من الدهشة. هذا الزلمة شو قصته؟ في روايات أخرى في غير الصحيحة من رواية سيدنا حذيفة رضي الله عنه أن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، نباش للقبور. كيف يعني؟ هذا بيشتغل عامل بالمقبرة أو حارس ليلي مثلا، فكان لما يجيبوا ميت يدفنوه بعد العصر بعد المغرب، لما يروحوا أهله يفتح القبر ويشلحوا الكفن ويتركوا عار ويتركوا في القبر ويرجع يهيل عليه التراب ويغسل هذا الكفن، وبعدين ينشره بالشمس وتنهار يروح على السوق للبزازين ويبيعه. من هون كان رزقته، يعني عمل إضافي غير عمله. طبعا زوجته وأولاده ما بيعرفوا هذا الشيء، وعم بيطعمه ومرته وأولاده من هذا الرز. في أرزل من هيك شغلي؟ ما في أرزل من هيك. هذا الرجل لما وصل إلى ساعة الموت حضره همه، فخاف من الله خوفا شديدا أفقده التركيز، فصار يهذي يقول والله إذا الله رح يقدر عليه، وبيعرف أنه الله بيقدر عليه، ليعذبني عذابا. ورواية قال لهم أنه طحنوني وحرقوني وطحنوني وذروني في الريح. في رواية قال لهم اركبوا في البحر وانتظروا ليلة شديدة الهواء وذروني في الريح. فمات فنفذوا وصيته، وهذه وصية لا تنفذ، يعني الوصايا لا تنفذ في المعصية، ولكن أولاده لسه أجهل منه، فنفذوا وصيته وحرقوه للزلمة وعبوه بأنيني مثل الهندي، هذا بيحرق أبوه بيحطه بأنيني. طيب الحمد لله أنا مثل الإسلام. فالمهم حتى أنا أروح لخمة الحديث لأنه فيه يعني حضور قلب، اللهم صل على سيدنا محمد. فمات فنفذوا وصيته. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوقفه بين يديه، أحياه، قال له كن فيكون، جمع ذراته كلها سبحانه وتعالى. الله بيقدر ولا ما بيقدر؟ بيقدر، كن فيكون. فأوقفه بين يديه قال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال يا ربي خشيتك وخفت الذنوب. فقال الله تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فتخيل هذا الإنسان على شره على سوءه. فهذا يعني يدعونا ويحدونا يا شباب أنه نحن يعني نقترب إلى الله بالتوبة، دائما نجدد التوبة، نرجو الله، نتشبع بهذه العبادة القلبية، الرجاء بالله. ليس معنى هذا أنه نحن نتمادى بالمعاصي، طالما أنه الله عز وجل هيك رحمته معناته خليني أنا أخذ راحتي شي كام سنة وبعدين أتوب إلى الله عز وجل، لا، هذا هيك لا يصح. فلذلك مثلا ذكر العلماء في توبة الفضيل ابن عياض رضي الله عنه، الفضيل ابن عياض هذا
من تلامذته من أخذ عن الفضيل بن عياض؟ الإمام الشافعي. الشافعي رحمه الله يروي عن الفضيل بن عياض، يعني هو أحد شيوخ الإمام الشافعي. الفضيل بن عياض هذا ولد في سمرقند، ولد في سمرقند، وكان يعمل قاطعا للطريق، زعيم عصابي بين أبي وردة وسرخس، هذول يعني في بلاد خراسان الآن، هني من أراضي تركمانستان. كان يعمل قاطعا للطريق، وكان سبب توبته أنه في يوم من الأيام واعد جارية من الجواري، بده يقلب عليها السطح، ينزل السطح ينزل عليها في البيت ويواعدها ليلا ويمارس معها الفاحشة، فسمع قارئا للقرآن يتلو على سطح داره، سطح مجاور، واحد بالليل من أهل الله عز وجل فايق به الليل، أهل القرآن شو يشغلهم؟ والله بالنوم ما بيرتاحوا، حفاظ القرآن واللي قلبهم معجون بالقرآن ما دقيقة بالنسبة له حقها يا لطيف، بالليل بنام بفي ما طلع الصبح ما طلع الليل ما صار السحر، ما بس بده يطلع يقرأ القرآن، قلبه معجون بالقرآن بكلام الله يتلذذ به. فهذا فايق بالليل والدنيا شوب وقاعد على السطح وعم يقرأ، فتلا قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فوقعت من على الجدار. لما سمع الآية وافقت إخلاص هذا القارئ وصدقه وحاله مع الله في ذلك الليل، اخترقت قلب الفضيل ابن عياض فوقع من على الجدار، قال: يا لطيف، الله أكبر، هذا الحكي إلي، ألم يأني للذي، كأنه الله عز وجل هو اللي عم بيقول لي. فلذلك يا أخي، أنت يا طالب العلم، يا قارئ القرآن، يا حافظ كتاب الله، أنت نور يسري في هذا العالم من دون ما تشعر، في ناس بتهتدى فيك وأنت ما بتعرف. في ناس أنا بتواصلوا معي، ناس ما بعرفهم والله، بيقول لي: أنا من 20 سنة حضرت خطبة عندك أو درس وقلت الفقرة الفلانية اللي بكون أنا نسيانة، لكن الله ما بينسى شيء، كلها مسجلة، وأنا من يومتها أخذت قاعدة إلي ومنهج في الحياة، وكل حسني هاي بصحيفتك، وكل أنا جيت ما كنت صلي، أنا تبت على إيديك، أنا ما بعرف أنه تاب على إيدي بسبب كلمة ولا درس ولا جلسة ولا خطبة ولا كلمة ولا مقطع فيديو على النت ولا كلمة ولا فتوى. وأنت كذلك اللي عم تقرأ وعم تقرأ وعم تحفظ، هذا الرجل اللي كان عم يقرأ القرآن ما بيعرف الفضيل بن عياض ولا سمعان فيه ولا بيعرف هاي القصة اللي عم يحكي لنا إياها هلأ الفضيل بن عياض، ولا إحنا بنعرفه ولا بنعرف اسمه، لكن الله عز وجل يعلمه. يوم القيامة رح يجي ويلاقي حسنات الفضيل بن عياض كلها بصحيفته. قال: فمشى وجلس في خربة من الخرب، قاعد عم بيفكر بالكلام اللي سمعه. قال: فسمع بعض السابلة، يعني هدول اللي بيمشوا أهل السبيل وبيناموا هيك بالخان، بيناموا بالخرب مشان بينتظروا الصباح مشان يتابعوا الطريق. فسمع حديثا بينهم وهم لا يعرفونه، عم بيقول لهم انه لازم نطلع الصباح ونسلك الطريق الفلاني، لان الطريق المعروف الاعتيادي يعني هناك يرابط الفضيل ابن عياض وعصابته فيسرقون المتاع. نعم، سمع هذا الكلام باذنيه، فقال: وصلت إلى درجة من الشر أن الناس يحذرون مني ويتحدثون بمجالسهم عني، الله أكبر. فخشع قلبه فقال: اللهم اشهد بأني تبت إليك، وإن من تمام توبتي أن أجاور بيتك الكريم، بيتك العتيق. فذهب وهاجر إلى مكة وعاش حياته كلها هناك وطلب العلم وصار من كبار العلماء والصالحين. في يوم من الأيام لما جاء هارون الرشيد حاجا إلى بيت الله الحرام، طلب الفضيل بن عياض، فدخل عليه الفضيل وجلس عنده، وكان الفضيل وكان هارون يصلي عند الكعبة بين المقام والحطيم، فجلس إليه الفضيل فقال: عظني يا فضيل. قال: يا حسن الوجه،
يقال انه هارون رشيد كان من اجمل الناس، من اجمل اهل الدنيا في ذلك الوقت. قال: يا حسن الوجه، ان استطعت ان تقي هذا الوجه من نار الله يوم القيامه فافعل، واياك ان تبيتن ليله وانت غاش لرعيتك، فانا روينا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ثم قام ومشى. هكذا يتكلم خليفة المسلمين، اخضلت لحيته بالدموع، كلمتين بكى الخليفة، الخليفة اللي كان يحكم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، لا نافق ولا داهن ولا طلب مصاري ولا عنده امتيازات ولا طلب استثناءات ولا شيء، نصحه لوجه الله تبارك وتعالى. من كبار الأولياء صار حتى يروي أحد تلامذته وهو القاضي إبراهيم يقول: لقد حضرت الفضيل بن عياض ليلة من الليالي وهو يقرأ في سورة محمد قول الله تبارك وتعالى: ونبلو أخباركم، فيكررها، صار عنده حال من البكاء، يعني نبلو أخباركم، يكررها: نبلو أخباركم ونبلو أخباركم، ثم يبكي ويقول: يا رب وتبلو أخبارنا، والله لئن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، والله لئن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ثم يبكي ويقول: ويل لك يا فضيل، تزينت للناس وما زلت ترائي حتى قالوا عنك رجل صالح، فوسعوا لك في المجالس وقضوا لك الحاجات، ويل لك يا فضيل إن كان هذا حالك عند الله. ويبكي رضي الله عنه. يعني أنا بقول يا أخوان، ما فينا واحد أسوأ من الفضيل ابن عياض قبل توبته، وما فينا واحد أفضل من الفضيل ابن عياض بعد توبته. فالمجال مفتوح، باب التوبة مفتوح يا أخوان، باب التوبة كل لحظة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى يوم القيامة نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو الله عز وجل، نتأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا وسيرحمنا. نعم. فإذا يا أخوان، العلاقة الرجاء أيضا مرتبطة بعلاقة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فينبغي نحن أن نسير في جناحي. ولكن العلماء ذكروا مسألة، وهي مسألة تغليب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف، أنه في أوقات أو في أحوال يفضل فيها تغليب الخوف على الرجاء، وأحيانا تغليب الرجاء على الخوف. ما هو التفصيل في ذلك؟ إذا كنت شابا وكنت سليما وصحيحا، ما عندك الحمد لله أمراض ولا عندك أوجاع، فالغالب طبعا الأعمار بيد الله، ممكن يموت الشاب قبل الكبير، ولكن الغالب أن هذا الإنسان في معه فضة متسع من العمر، هذا قالوا يسن له أن يغلب الخوف على الرجاء، يصير عنده الخوف 70% والرجاء 30%. ليش؟ لأنه الشاب شهوته قوية والدنيا فتنة كتيري، فأنا طالما شاب وعندي، طبعا أنتم مو أنا، أنا ماني شاب، وفتن كتير وشهوات كتير وكذا، ما حد يعشق شباب أي شيخ، لكن يعني شيخ تمام. فهون يفضل أنه الإنسان يغلب الخوف حتى لا تغلبه شهواته. وإن كان الرجل كبيرا في السن قريب القدوم على الله سبحانه وتعالى، عمره 70 عمره 80، هذا بالأساس شهواته ضعيفة، فلذلك يغلب الرجاء على الخوف، يصير الرجاء عنده 70% والخوف 30%. ليش؟ حتى نحقق المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لذلك نحن مثلا نجد إماما مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على فراش الموت يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. مثلا
نجد صحابيا مثل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على فراش الموت يقول: اللهم إنني كنت أخشاك ولكنني اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا غرس الأشجار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني الصيام في أيام الحر لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من الإيمان والعلم والتقوى. فإذا يغلب حالة الرجاء على حالة الخوف. ولكن يا أخوان، أقف وقفة عند بعض كلمات لبعض السلف الصالح رضي الله عنهم. مثلا السيدة مريم رضي الله عنها تقول كما في القرآن: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: يا ليت أمك لم تلدك يا عمر، وكان في وجهه خطان أسودان من الدم. وورد عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد. طيب، ما مقياس هذا الكلام في الشرع في الموضوع اللي نحن عم نتكلم فيه؟ هل هذا الكلام مطلق؟ هل نحن علينا أن نقول مثل قولهم كلما وقعت فينا كارثة أو مشكلة أو مصيبة نقول: يا ليتني مت قبل هذا ولكنت نسيا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني؟ لا يا أخوان، هاي الأقوال وأمثالها إذا مرت معكم علينا أن نفهمها على ضوء الأحاديث الصحيحة من أمثال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما تتمنى الموت، لا تطلب الموت، لا تدعي على حالك بالموت، لا تتمنى الموت. ليش؟ لأنه أنت واحد من اثنين، إما أنه أنت إنسان جيد وعندك عبادات وطاعات فلعلك تزداد، إذا طال عمرك تزداد حسناتك، وإما أنت إنسان مذنب وسيء فلعلك أن تستعتب، يعني أن تتوب وتعتذر وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ففي كلا الحالين الحياة والعمر هو أمر جيد. لكن وأيضا حديث تعرفونه: خيركم من طال عمله وعمره وحسن عمله. في حديث حقيقة صحيح عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي، يعني من عشيرة بلي أو قبيلة بلي، قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. يعني اثنين أسلموا بيوم واحد وجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد لحق بالجهاد وخرج مجاهدا وعاش سنة واحدة ثم استشهد، الثاني عاش بعده سنة كاملة بعد الشهيد أكثر، يعني هذا قديش عاش في الإسلام؟ سنتين، هذاك الشهيد سنة واحدة ثم مات. نعم، قال: ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام، رأى سيدنا طلحة رؤيا، بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، يعني دول اثنين، فخرج خارج من الجنة، طلع البواب تبع الجنة، فأذن، فتح الباب وفوت مين؟ الذي توفي الآخر منهما، فوت على الجنة الثاني اللي مات اللي عايش سنتين بالإسلام قبل الشهيد، ثم خرج فأذن للذي استشهد، فوت الثاني، ثم رجع إلي، طلع هيك فيه، فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، أنت لسه ما اجى دورك، أنت ارجع نايم فيه كمل حياتك جايك الدور. قال: فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك. صحابة تعجبوا، شلون طيب هذاك شهيد وهذا عاش مات على فراشه وفات على الجنة قبله، فعجبوا لذلك. طبعا لحد هون هاي شو اسمه؟
منام صح ولا لا؟ منام. طيب إذا الصحابة رأى منام، أنت رأيت منام أو صحابة رأى مناما، شو حكمه بالشرع؟ بالأدلة الأحكام له شيء حكم؟ له اعتبار؟ له اعتبار. جزء تقول لي هذا منام، يعني شو؟ ما شرط يكون هذا الحكي صحيح، إنسان هو نايم غير مكلف. اي نعم هو صح منام، لكن لما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم وأيده النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيأتي، صار عندنا وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى والحديث صحيح. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ ليش أنتم مستغربين؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث بعده سنة؟ هذا ما عاش سنة زيادة؟ قالوا: بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فرق كبير. واحد، ليش نحن بنقول اللهم بلغنا رمضان؟ حابين نجوع ونعطش؟ لا، بدنا نحن يطول عمرنا مشان نكسب زيادة حسنات. قال لهم: هذا عاش سنة زيادة، بهالسنة هاي صام رمضان زيادة، ذاك صام سنة وحدة، هذا صام سنتين. وقديش بالسنة كام ركعة فيه؟ كام سجدة؟ كام صلاة؟ كام فرض؟ كام نافلة؟ كام تراويح؟ كام ضحى؟ كام تهجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك إشارة إنه اللي بيعيش أكثر هذا أفضل. لذلك نحن يعني ما نحتقر الحياة يا أخوان، الحياة خير والحياة رحمة والحياة سبب لنيل الأجر والحسنات والارتقاء في مدارج السالكين، حتى لو كان فيها كوارث، حتى لو كان فيها مصائب، حتى لو كان فيها فتن. لا تدعي على حالك ولا تتمنى الموت. ومن الخطأ نحن كنا نقول على الجنة رايحين شهداء بالملايين، أرواح الناس غالي، أرواح أولاد الناس غالي، وشباب الأمة أرواحهم غالي. مو هيك هوش عرب يلا أمنا نعمل نفتح معركة ندبح ونقتل شباب وكذا من دون ما يكون في إلها يعني دراسة مستفيضة، ودون ما يكون فيها الأمور واضحة. الأرواح غالي جدا، يعني ما الهدف نحن أنه أنا روح بس موت لأن بدي فوت على الجنة الحور العين، والله أنا جاي استشهد، إيه بركي ما انتصرنا ما بهمني المهم أنا استشهد. لا يا أخي، الحياة غالي والحياة إلها قيمة، وهذا لا يقلل من شأن الشهداء وأنهم في حواصل طير خضر، وأن لهم فضلهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن لهم كرامتهم وجادوا. ولكن نحن مطلوب مننا أن نفكر بعقل وأن نقيم الموازنات. فالإنسان يا أخوان إذا طال عمره ينزجر ويرعوي ويتعلم ويتوب ويتقوى على طاعة الله ويتقرب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا عز وجل قال عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال تعالى: أولم نعمركم، نحن ما عيشناكم، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال كثير من المفسرين: النذير هو الشيب، هذا الشيب هو النذير. اي نعم، الشيب هو النذير الى كم ذا التراخي والتمادي، وحاد الموت بالارواح حادي، تنادينا المنيه في كل وقت فما نصغي الى صوت المنادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا ولكن اشد من الجماد، وانفاس النفوس الى انتقاص ولكن الذنوب الى ازدياد، اذا ما الزرع قارنه اصفرار فليس دواؤه غير الحصاد، كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي، وقالوا قد قضى فقضوا عليه سلامكم إلى يوم التنادي. قال كثير من المفسرين: وجاءكم النذير هو الشيب. وقال كثير من المفسرين أن أي بلغ الستين من العمر، النذير أن يعيش الإنسان إلى أن يبلغ الستين من العمر. لذلك ورد في الحديث: أعذر الله إلى امرئ بلغ من العمر ستين سنة. الله سبحانه وتعالى ما خلاله عذر. أعذر الله إلى امرئ بلغ من العمر ستين سنة.
أيضا يا أخوان من علامات حب الحياة عند السلف أن الصحابة ذول نفسهم اللي حكوا هذا الكلام أبو بكر وعمر لما كانوا يستيقظون من نومهم إيش السنة أنك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحمد يكون على النعمة صح ولا لا فأنا الحمد لله أني ما مت كنت نايم وفئت بكير الحمد لله هاي نعمي وإليه النشور فهم يحمدون الله على نعمة الحياة إذن ما معنى كلام هؤلاء نقول يا أخوان هذا الكلام نقل عنهم مرة واحدة أو مرات قليلة ولم يتكرر يعني في لحظة من لحظات الخوف الشديد من الله عز وجل عبروا عن خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات وليس هذا هو الغالب على حياته مثل هذا الرجل الذي أصابته دهشة الخوف ففقد توازنه فجعل يقول اللهم لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لم أعذبه أحدا من قبل فدور الصحابي تولوا الكثير من المهمات القضاء جمع القرآن الفصل بين المسلمين في الدماء في الحروب في الأموال كثير من الأمور فعندما يتذكرون أن الله سبحانه وتعالى سيوقفهم وسيحاسبهم فإنهم يشعرون بخوف شديد من الله سبحانه وتعالى فإذا نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى سيدنا بلال كان في لحظات الموت تقول زوجته وحزناه وأسفاه على بلال فيقول بل وشوقاه اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه أو محمدا وصحبه ولما حضرت آدم ابن إياس الوفاة وكان من شيوخ الشام وكان إماما وحافظا وقدوة خدم القرآن وهو مسجن ثم قال بحبي لله إلا رفقت بي في هذا المصرع عم بيقول له يا رب بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم وكنت أرجوك ثم قال لا إله إلا الله ثم قضى وقال يحيى بن معاذ إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك وأعذب الكلام على لساني ثناؤك وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك فما أعظم لقاء الله سبحانه وتعالى لأمثالنا من المؤمنين الأتقياء الصالحين يا أخوان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخوف والرجاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المعاصي والذنوب والآثام وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين إن شاء الله وأن يكرمنا وإياكم بعفوه وتوبته ومغفرته ودخول جنات النعيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله يا أخوان الله يبارك فيكم.